إذا باع الرجل ذهبا لديه على محل ذهب بدراهم، ثم اشترى بالدراهم التي باع بها الذهب ذهبا آخر، فهل هذا من الربا؟ إذا قبض الدراهم، إذا قبض الدراهم ثم اشترى بها سواء من المحل أو من محل آخر، المهم أنه يقبض الدراهم ويشتري بها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.